وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، يعني تابعت معنا افتتاح السيد الرئيس لعدد من مشروعات مصر الرقمية. سؤال، كيف ترى تلك المشروعات ومدى مساهمتها في تعزيز الخدمات أولا المقدمة للمواطنين؟ هو بالطبع النهاردة يوم عظيم من أيام مصر العظيمة اللي احنا بنشهد فيها التطوير والتحديث المستمر. كل يوم في مشروع قومي جديد بيعمل على تسهيل للمواطنين وتقديم خدمة أكبر للمواطنين. شفنا النهاردة منصة مصر الرقمية بتوفر على المواطنين الكثير من الأعباء، بتوفر عليهم البيروقراطية، توفر عليهم الزحام في الأماكن الحكومية. كل ده الدولة بتقدمه للمواطن المصري عشان يقدر ان هو تخفف من عليه الأعباء، وان مصر داخلة على الجمهورية الجديدة هي بالفعل قادرة انها تبقى في مصاف الدول بعد عمليات التطوير والتحديث اللي بتتم فيها وبعد العمليات السريعة اللي بتتم فيها. ولو شفنا حتى المشروع النهاردة مشروع قومي كبير جدا، متكلف النهاردة سيادة الرئيس بيتكلم في 100 مليار جنيه من أجل أن كل المعلومات تبقى موجودة، ومن أجل تأمين وهذه المعلومات كلها، ومن أجل أن محدش يقدر يتم اختراقها، وضد كل عمليات الاختراق السبرانية وخلافه. كل ده كلها بيانات المواطنين المصريين، وعلى الجانب الآخر تقدر تقدم الخدمات المتميزة للمواطن المصري في كافة المجالات. وطبعا افتتاح المدارس التكنولوجية الحديثة اللي بيتم أيضا افتتاحها من أجل أن يبقى فيه هناك جيل جديد قادر على مواكبة التطوير والتحديث والتطور العلمي المذهل في التكنولوجيا اللي بيشهدها العالم يوميا، وأيضا الجامعات اللي فيها التخصصات اللي بتهتم بالتكنولوجيا لمواكبة التطوير على مستوى العالم كله. إذن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم، نحو الازدهار، نحو تخفيف الأعباء على المواطنين. الجمهورية الجديدة بإذن الله هتشمل على كل ما هو حديث، كل ما هو متطور، كل ما هو يواكب التطوير والتحديث داخل العالم كله. نعم، من ضمن ما تناوله يعني اليوم اطلاق منصه مصر الرقميه، الحديث عن استراتيجيه بناء الانسان ومشاركه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشان. شهدنا تجارب للشباب المبدعين ورواد اعمال في مجال التكنولوجيا، كيف رصدت اهتمام الرئيس بهذا الامر واستماعه لهؤلاء الشباب؟ طبعا اهتمام الرئيس دايما وابدا بالمواطن، واهتمامه بالشباب، واهتمامه بإعادة بناء الشخصية المصرية والمواطن المصري والإنسان اللي هو قادر على ان يواكب زي ما قلت لحضرتك التطوير والتحديث داخل الدولة. دايما اهتمام الرئيس منصب على التعليم، دايما بيتكلم على التعليم، دايما بيقول ان يجب ان يكون التعليم المصري مواكب للتعليم العالمي. وفي تجارب كتيرة من دول كتيرة جدا اخذناها وبدأ تطوير التعليم المصري. لكن على الجانب الآخر أيضا الاهتمام بالشباب الموهوب والشباب المهتم بتطوير نفسه، وأيضا مواكبة التكنولوجيا العصرية. هو ده اللي احنا اللي الدولة بتهتم بيه في الوقت الحالي وبتقدم له كافة الخدمات. طبعا ده اهتمام الرئيس ببناء الشخصية المصرية، بناء المواطن المصري من خلال التعليم الجيد. التعليم التخصصي أيضا مهم، لأن مش ما يعني أغلب الجامعات اللي بتخرج مثلا مهندسين، بتخرج بكالوريوس تجارة وخلافه، لكن اللي بيتعامل بقى بالتكنولوجيا يجب أن يكون هناك ليه مكان، ولازم يكون ليه مساحة كبيرة، لأن هو الدولة كلها بتتجه ناحية الرقمنة، والكبرى الشركات العالمية اتجهت للرقمنة، العالم كله اتجه للرقمنة. إذن وجود جيل جديد قادر على مواكبة التطوير والتحديث اللي في العالم كله، وأيضا التطوير والتحديث داخل الدولة المصرية، في اهتمام كبير بيه. وزي ما قلت لحضرتك من خلال المدارس الجديدة اللي تم افتتاحها النهاردة، ومن خلال الجامعات، وأيضا الاهتمام بالشباب المبدع في كافة المجالات. يعني الأهم طبعا هو احتياج سوق العمل وما الذي يحتاجه بالضبط سوق العمل، وليس الخريج فقط. وهذا الأمر أشير إليه ضمنيا في الحديث فيما بين الشباب من رواد الأعمال وسيادة الرئيس. هل ترى أننا على نسير على خطى ثابتة في هذا الأمر؟
هو بالطبع احنا نسير على خطة ثابتة، الاهتمام بسوق العمل. سوق العمل محتاج التكنولوجيا، محتاج التخصصات، الحواسب الآلية، محتاج التخصصات في هذا المجال. إذن يجب أن يكون في اهتمام بهذا التعليم في المجال ده. الاهتمام بسوق العمل محتاج قدرات خاصة جدا، زي ما بقول لحضرتك ان في تطوير وتحديث في كل العالم كله. عشان نواكب التطوير والتحديث ده يبقى في سوق عمل جديدة بتفتح، في مشروعات كبيرة يتم تنفيذها كلها من خلال وسائل الانترنت وخلافه، زي ما قال وزير الاتصالات ان في الخارج قادرين على ان هم بيعملوا من منازلهم، يعني الشباب قادر انه يعمل من منزله. نعم، تابعناها في النماذج التي عرضت من خلال تدريبها في مراكز إبداع مصر الرقمية، ولكن يعني هذه المراكز كيف رأيت أنها استطاعت أن تخرج يعني شباب تواصلوا مع سوق العمل وحققوا كمان مكاسب ونجاحات ربما لا يحققها الشاب حديث التخرج مثلهم في أي مجال آخر؟ هو طبعا سوق العمل دلوقتي بيتطلب اللي هو من يمتلك العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة، ويمتلك أيضا الخبرات في المجال اللي هو اللي محتاجه سوق العمل اللي هو في مجال التكنولوجيا. زي ما قال أيضا وزير الاتصالات وهو في حديثه مع الرئيس، إن دلوقتي الخريج بيبتدي يشتغل ب 15 و 20 ألف جنيه ويوصل أكتر من 5000 دولار بعد شوية. كل ده سوق العمل محتاج هذا الشباب، وطبعا الاهتمام بيه في الوقت الحالي اهتمام كبير. وزي ما بقول لحضرتك ان التأهيل الحالي في الوقت الحالي هو تأهيل جيد جدا، تأهيل اصبح على مستوى العالم كله. هيبتدي هذا الجيل الجديد من الشباب ان هو يتولى العمل في الشركات الكبرى او في الاماكن دي، هيقدر ان هو يعيد او يتواصل مع العالم الخارجي بنفس اسلوب العالم الخارجي. كل ده شيء مهم طبعا بيعود بالنفع على الدولة المصرية، وان الدولة المصرية دلوقتي بدأت تتحرك بشكل سريع جدا لمواكبة التطور العالمي في مجال التكنولوجيا. نعم، أو تأسيس شركات خاصة به مثلما شاهدنا في هذه النماذج، أو أيضا جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. طيب، ونحن نتابع افتتاح مصر الرقمية بكل ما شمله هذا الافتتاح، رأينا أيضا مزيج من يعني فريد ما بين الاهتمام بعبق الماضي وأمال المستقبل، تجلى في افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل. يعني كيف رأيت هذا المزيج ودلالاته؟ هو طبعا ان احنا يبقى في تاريخ موجود معانا ونظهر هذا التاريخ في الوقت الحالي او التطوير والتحديث، ده دليل على ان مصر تهتم ايضا بتاريخها، تهتم بماضيها، لان مصر دولة تمتلك تاريخ طويل جدا، يعني اعرق تاريخ على مستوى العالم واعرق حضارة على مستوى العالم. فكون ان احنا على مدار التاريخ ده كله بالتطوير اللي بيتم كل فترة داخل الدولة المصرية ويبقى موجود في الوقت الحالي، طبعا الاهتمام بالتاريخ ده شيء مهم جدا، لان احنا عندنا الاصل وعندنا التاريخ وعندنا الحضارة اللي بنينا عليها عمليات التطوير وعمليات التحديث داخل الدولة. الدولة ما بتوقفش على مرحلة معينة، لا، الدولة في الوقت الحالي من 2014 لغاية وقتنا هذا هي بتطور من نفسها وبتحدث من نفسها في كافة المجالات في نفس التوقيت. يعني مش ما احناش واقفين عند حتة معينة بنطور فيها فقط وبعد كده لما تخلص نشتغل في حاجة تانية، لا، احنا الدولة بتشتغل على كافة المستويات في كافة القطاعات الدولة من أجل التطوير والتحديث المستمر فيها. وزي ما احنا حتى الوزير الاتصالات اتكلم قال إن الإنترنت السريع ده من أجل التطوير والتحديث داخل الدولة، إنه هيوصل للقرى في مبادرة حياة كريمة. بعد تطوير والتعاقد مع الشركات الجديدة. إذن الدولة بتسعى إلى تطوير وتحديث كل مناحي الحياة فيها، حتى الريف المصري اللي كان مهمل لسنوات طويلة جدا، لكن من خلال مبادرة حياة كريمة هيتم التطوير وهيتم إدخال الإنترنت السريع للقرى المصرية بالكامل. نعم، أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.